تمثال حسوني رئيسة قسم الاستدامة وتدبير تدبير المصايد بوزارة الصيد البحري. الهدف اللي جا بها هذا المخطط الوطني واللي تنتمناو حنا جميع انه يوصل ويخرج للحيز للتطبيق هو المحافظه على المناطق الساحليه لاستغلالها بطريقه مستدامه، وكذلك المحافظه على الاهداف السوسيولوجيه والاقتصاديه. ما تنساوش تكليكوا على الاشتراك على قناة صحيفة 24، وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.